أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من قتل وهو متعاط للمخدرات، هل قتله يعتبر قتل عمد أو شبه عمد؟ إذا كان أنه ما عنده عقل، يعني المخدرات والعياذ بالله سلبت عقله، هذا مثل المجنون، يعتبر قتله خطأ. عمد الصبي والمجنون خطأ، هذا مثل المجنون لصار فاقدا للعقل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.